السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والاه. لحلقة 135 كفار 136 عفوا، إلا لتعرفت لنا على من غزوة خيبر تا ودبلنا فترة إلا النبي صلى الله عليه وسلم دي بخيبر إن هلم دي قبل ولا غزوة مباشرة مهاجرين مسلمين دي الحبشة على وقتهم مطأ وأبو هريرة مطأ وأبان بن سعيد مطأ كلهم مهاجرين بالنبي صلى الله عليه وسلم دي بند الله مثل عمرو بن أمية الدميري النبي صلى الله عليه وسلم دي بالنجاشي بخطاب ذل كل علاء وأسلاما بن بدير ودي دي بدي جعفر بن أبي طالب أسلاما وبايعة وكمان كم سريه أكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلو و400 مهربية قل بنت حيي و مثل اللي عمرو بن أمية الدميري بن سلول الأقية ولا صحابة قلوب الأقيوم ونوى النجاشي دي بلا سنة التاسعة لموتاته وقلهم مجموعة لهم النبي صلى الله عليه وسلم دي بخيبر عند لكم سمع أول مكان خبر سمحوا وخلاص أخبروا عندما صرّم مباشرة المدينة المنورة دي بعدهم ودي بعائلهم ودي بعلاهم جيسو وصرّم يعني السر دي بالرسول صلى الله عليه وسلم طابلو كدي بالرسول صلى الله عليه وسلم مطعو ورسول صلى الله عليه وسلم كبتو يوم وفرح أبوهم وصلهم منهم جعفر على ولا أبو هريرة على ولي بن بن سعيد على صرّم هبا يوم وقسم لهم ومنا أري ومنا سلاب ناي إلا خيبر كم سنه مع الموضوع انا اشاعت مضمون بهمات مصمومات ابو النبي صلى الله عليه وسلم هذا كنا نذكر دي بطو استسلام برضو اهل فادك لهم دي بوم انتها جيتو وانا والدي اقتررت بهال ومسارحة اهل ديما وزواجي وبنائي وسفية الا شوفوا ان ده بان بحتى حقا انتها جدي بوم ان شاء الله قضوا مهاجري الحبشة وابو هريرة وابان بن سعيد ولما رجع مهاجروا الحبشة مع عمرو بن أمية الدميري حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي اتجه طائفة منهم إلى خيبر وهم 16 رجلا فيهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين فواق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر وقبل أن يقسمها فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا وقال والله ما أدري بأيهما فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا وقال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر الحمد لله بسوء فرح يا عمر كل أنه حصل ستنا فرح له أبو موسى الأشعري وجعفر بن طالب ولهم كلهم على جعفر على ديبهم النبي صلى الله عليه وسلم بيلا بأيهما أنهم أفرح بفتحنا خيبر أفرح ولا بفتحنا جعفر بيلا صلى الله عليه وسلم وأعود قسمة لقنائم من قنائم هو يوم للمهاجري يعني لما قسم خيبر أعطاهم من قنائم أما بقية مهاجري الحبشة فذهبوا مع نسائهم وذراريهم إلى المدينة ثم لبين رأسا ووافاه أيضا بخيبر بعد أن تم الفاتح أبو هريرة وكان قد جاء إلى المدينة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فأسلم ثم استأذن وخرج إلى خيبر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قنيمة خيبر برضو أبو هريرة ما تأيدي بالله وكذلك صحابي الجليل أكثر حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي بخيبر ما تأه ووافاه بعد الفتح أيضا أبان بن سعيد وكان قد خرج بسرية إلى نجد إلا أبان بن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم سرية النبي وفاق على سكنه مهمة تندخل سكن سلمات حضرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم منا قنيمة ليهبيون أي قسمة خيبر لما حصل اليهود على الأمان جاءوا باقتراح جديد قبل أن يتم جلاؤهم هذا إلا خيبر خلاص أستسلمت كم سأل الله والنبي صلى الله عليه وسلم لو ما أو مسألة ذا سمغلو إلا من خذوا مهاجرين الحبشة وأبو هريرة وبان بن سعيد تبل فقرات اللعبة هذا الفقرات ذا كان إيه قسمة خيبر وخيبر كفت قسمت كافلايا النبي صلى الله عليه وسلم كفو كافلايا لبلد هذه الأمرات الله ودي بسلاسة كان كافلايا النبي صلى الله عليه وسلم سأرى إلا جيش وإلا ترتيب وإلا تموين نايا الدولات وإلا تكاليف وإلا مسارف كوات وسأرى كمان كم سألت بسلاسة كان قاسم النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا خيبر كلها يعني مزارعها وأراضيها وليها كله لكن هتوم خطط أمت أو حبوا ما خلاص أمانها بيام النبي صلى الله عليه وسلم
وفي جربي اليوم كل ما حذركم ثم هذا طلعت أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حين أقدم منينا وإلا مدر زيادة منكم من أمر حرسان أمر كفو نفعلحان أمر كفو نسنيان أمر بيروق للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بلا أدمى منه يقول له حراسة ولا سعر رجل إنسان أو سعر رجل مسلم يقول له هابو لكن بيليوم وكل ألا حد يقول له أفقرك من ناتو وتفقر من ناتو إن دي لفقرنا النبي صلى الله عليه وسلم وباها ونصره من تدفعه وبأدبه من دانبره أحد عمر بن الخطاب أفقر يوم عمر بن الخطاب لأنه أساء الأدب وخبوث ولا مكر ولا مشاكل ولا دعوته دائما إلى عبد الحمنهم وأخطاءهم بالحة وضررهم بالحة وعمر بن الخطاب تؤجل يوم تأفقر يوم منا من المدينة ومن خيبر كلها من الجزيرة كلها من خيبر قيسو لا يهود في أحد عمر بن الخطاب. ولما حصل اليهود على الأمان جاءوا باقتراح جديد قبل أن يتم جلاؤهم قالوا يا محمد دعنا في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم وتعطينا نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع فرضي بذلك على أن يجليهم منها متى ما شاء أو متى شاء فبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سلكوا طريق الشر والخبث وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر إلى 36 سهما وكل سهم مجموع 100 سهم فعزل منها النصف وهو 18 سهما للنوائب المسلمين وقسم النصف الباقي وهو أيضا 18 سهما على القزاة فأعطى للراجل سهما وللفارس 3 أسهم سهما له وسهمين لفارسه وكان الفوارس 200 فصارت لهم 6 أسهم والرجالة أو الناس ما عندهم يعني كانوا بيرجولهم يعني والرجالة 1200 فصار لهم 12 سهما وكانت خيبر قنيمة بالتمر والطعام. قالت عائشة رضي الله عنها لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر ورد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من النخيل بعدما رجعوا من خيبر إلى المدينة المنورة. طبعا خلاص على النبي صلى الله عليه وسلم سألنا سمايا ورتبايا ونزمايا وكفت قلبي وليهود بلا أدنى منهم وإلا بدوح أزاع ركبو ديبا وعائشة بيرت هذا قدم حبا خيبر فتحت أذن أقرب من تمار بيرنا بيرت رضي الله عنها هم المؤمنين والمهاجرين يعني إلا أنصار لا من حتى طبعا يبقون حلو من تمرو من كيف من مزارع وزيادة ركبو كل شيء برسو قلهم و هو من خيبر سك مدينة أقبله شات مسمومة مين هذا شات مسمومة إلا بهمات مسمومة تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحات اليهود من أمر كنا يوم ونقبصنا يوم سب قيام على سب خيفة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا اندحر دو بهمات سم ودوديبا و دعوات قدموا يقول له بلع مسلم يقول له بلعوا اندبع العقل اللي يموت لكن الله سبحانه وتعالى قال كتبه يقولوا إلا تلا مهمات لمسمومات اللهم لو ذو أقول لا حد تيتا. وبعدما عاد الهدوء شات مسمومة تبطل الرأس بعدما عاد الهدوء وذهب الخوف عاد اليهود إلى خبثهم وتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شات مسمومة بواسطة امرأة سلام بن مشكم أحد كبرائهم وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع فأكثرت السم فيه وتناول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكها ثم نفذها وقال إنها شاة مسمومة وسأل المرأة واليهود فاعترفوا بجريمتهم وقالوا قلنا إن كان ملكا نستريح منه وإن كان نبيا لا يضره فعفى عنهم وعن المرأة ثم إن بشير إن بشر بن البراء بن معرور مات من أجل هذا السم فأمر بقتل المرأة قصاصا صلى الله عليه وسلم. اللهم كيف ودعوا لهم حقوق أمنه والنبي صلى الله عليه وسلم عدم منهم لما كل ولا خبص ولا كيد دائما يهود دائما نتوت سبحان الله يعني ناس يعني مهما أحسن لهم فهم برضو يعني ما أمرت دبروا بهمات انتحر دو بهمات كلها سمموا والنبي صلى الله عليه وسلم الدراع فتعالى أول وركت أول تجاه اللي فتعالى بيرد وسنجد عبد الحديب وهبو وكمسر نبرت كليت النبي صلى الله عليه وسلم شوية ما ترى وآمريا كمسر سمها الله ديبا
وبين يوم الا بهمات الا بهمات لا ذبيحات الا ذبيحات مسموم على السمو وديكم ديما بين يوم صلى الله عليه وسلم وسأليهم قلنا يهود وقلنا سيد وبين ايوا امانك نعم حتى مسمومات بين واحترفوا وقلنا وديكم كم زبالة ويني قلنا امل مرقى وكم قبل تتملى في سيطرة حدا من انت رب رأي حنا منك ونبقى وكم قبل التعامل رات بينك ابو ودين عبيله والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول كل عفا يوم وسامح يوم وادمامنهم لكن ورم الناس صحابات رضوان الله عليهم بشر بن البراء بن معرول بن البهل سبب اللي سمع بموتى وتقعت لتك القصاص النبي صلى الله عليه وسلم بلك ان الناس كثيره في موتى استسلام اهل فدك من تم اهل فدك فدك قريه في شرق خيبر على بعد 200 على بعد يومين تعرف اليوم بحائط حائط وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسل محيص بن مسعود الى يهود فدك بعد وصوله الى خيبر ليدعوهم الى الاسلام فابطأوا عليه فلما سمعوا بفتح خيبر داخلهم الرعب وطلبوا ان يعامل بهم معامله اهل خيبر فقبل ذلك منهم فكانت ارض فدك خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على نفسه ويعول صغير بني هاشم ويزوج ايمهم صلى الله عليه وسلم الا يعني كم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أروا له كذبهم واستسلموا له خبر كنا يهود إنه يهود علو ومسافات كل يوم جيّس تفادى البهل من إلى خيبر والعند علو لكن خبر كنا إلى خيبر كم سمعوا واستسلموا وطلبوا كم سلموا والأرض لا كلها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم جوات والنبي صلى الله عليه وسلم لا أنا فوق من على ديبا عوائل وديبا الخاصة طيب وادي القراء وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى وادي القراء ودعا أهلها وهم اليهود إلى الإسلام فلم يسلموا ولم يستسلموا وخرجوا للقتال وبرز منهم رجل فقتله الزبير بن العوام ثم آخر فقتله ثم ثالث فقتله علي حتى قتل منهم 11 رجلا كلما قتل منهم رجل دعا البقية إلى الإسلام وكلما صلى صلاة دعاهم إلى الإسلام حتى أمسوا ثم قضى عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى انهزموا وقنم المسلمون مقانم كثيرة ثم طلبوا أن يعامل بهم معاملة أهل خيبر فقبل ذلك منهم الوادي القرى الوادي كمان أو القرى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أسبوع جيسا والإسلام دعيهم من اليهود ويأسلموا ولا يستسلموا وفجروا منهم كمان قل بارزوا قل اقتلوا قل تقاتلوا دي معركات أتوا وزبير بن عوام وراء قتل منهم فكان أي كسال سايق قتل منهم حقوهم مع علي عسر أورا نفر قتلوا منهم وسلوا كل الإسلام وأديام على والنبي صلى الله عليه وسلم كل صلى الله عليه دعيهم على وأقل من ذلك قبل أكاين دعيهم على تنقي صلاة أخرى واستكمل مدد أمسو ومددكم سلط أرحى حيثم زر ارتفعت كلهم انهزموا ونفسهم سروا وقنوا أن انتم نسأوا وكم سألي معاملات ومعاملات خيبر قلبوا وقل لهم كم سألنا يهودنا يا خيبر تعمل بعضكم قبوا مصالحة أهل تيماء وصل إلى يهود تيماء أخبار خيبر وفدك ووادي الخراس إذن ثلاثية من أخبارهم بقيوا لهم يهود الذي منطقة الخيبر لهلوك فقبوا كوا استسلموا ولهم دي بالفادك لها لو كوا استسلموا ولهم دي بوادي القرى لها لو القرى كوا كوا استسلموا لهم كلهم بطحيهم لهم دي بتيماء لها لو هيني الخبر اللي كلكم سلم بطحيهم ساعة الحوص ولو طوالي يعني جزيرة مدافع وتلاقى عندي بقى عمين عند حين نتدرب هنا هاي بكم مدافع بيرو وباكم اللي موضوع عن قليل من انتو اندي ميتو اندي يقاتلو بالله استسلموا وسالموا لهم يهود ناي أهل تيماء حول النبي صلى الله عليه وسلم زواجه صلى الله عليه وسلم وبناءه بصفية صفية هدايو وبنأبة وحول معارك الليل ولما جعلت صفية بنت حيي بن أخطر في السبي أخذها دحية بن خليفة الكلبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تسلب إلا لك إنها سيدة غريدة وغريدة إنها سيدة قريدة والنبيل يهود بني قريدة والنبيل كلهم من بيتهم تقول لهم الله فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليها الإسلام فأسلمت
فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. النبي صلى الله عليه وسلم دعاها وكانت هي من الإماء من السبي، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وتزوجها وأسلمها إلى بعض النساء. فلما تم له فتح خيبر وبادي القرى وأطاع له أهل فدك وتيماء أخذ في عودته إلى المدينة. حقاً خلاص إلا كل فدك والوادي القرى ولا تيماء كل مخيبر بالكامل استسلمت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هدا وربه وفقيه صلى الله عليه وسلم وسد المدينة المنورة أقبلها. حتى إذا كان بسد الصحباء حلت صفية فزفت إليه صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا بها وأولم عليها بحيث من التمر والبقط والسمن وأقام 3 أيام يبني بها صلى الله عليه وسلم. بعد 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حتى الوليمة كانت من التمر ومن البقط ومن السمن ومن أشياء يسيرة يعني، ثم صار حتى ومن ثم نستفيد عدم ما نستفيد من اللي عدم المباهاة والتكاليف الزايدة في الزواج. الزواج من المؤونة بتاعه كلما كانت أقل كلفة كلما كان فيه بركة. يعني ربي يصور يقول إن أنتم مقادر إن أنتم دي التكاليف ودي الديوم ولزوم ساعات لا عربة دي بارة الأتة البركات على ودي بركاتها وحديكا دي بشيء لميسر يعني. ثم سار حتى قدم المدينة في أواخر شهر صفر أو في شهر ربيع الأول من سنة 7 هجرية صلى الله عليه وسلم. يبقى لانتهيت الحلقة دي ولا أواخر ما قد خيبرته تحلقة تتمثل الليل إن شاء الله دي بكر فالة تتمثل الليل بإذن الله عز وجل قد ذات الرقاع دي بقى 6 متر إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.